لماذا لا تتغير؟ ما الذي يمنعك؟ أتشك في كلام ربك؟ ألا لا إيمان لك؟ ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف، وهذا ولله الحمد في كل زمان يقيض الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولولا أن الله يقيض هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل بغيره، ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهلة على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين. ومن قبله الإمام أحمد وقف في وجه الجهمية والمعتزلة وفضحهم وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن، مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب والسجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له ونصر الله به هذا الدين وثبت به هذا الدين. ثم جاء من بعده أئمة، ومنهم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. وهذا بيت علم، بيت آل تيمية بيت علم متوارث بينهم. فجده مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث الفقيه الذي له كتاب المنتقى في الحديث، وله كتاب المحرر في الفقه، وله مؤلفات عظيمة. ولذلك يقال ابن تيمية الحفيد، ليخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو عبد السلام الإمام الجليل. فهذا البيت بيت علم، بيت آل تيمية. وتيمية قيل إنه اسم لجدتهم، كانت عالمة تقية فنسب إليها، يقال ابن تيمية نسبة إلى جدته العالمة التقية. وقيل غير ذلك. ولد هذا العالم في سنة 661 للهجرة في أرض حران من بلاد الشام، وكانت موطن آبائه وأسرته. تلقى العلم من صغره على أبيه عبد الحليم وعلى أعمامه وعلى أخيه وهو صغير. ثم لما سلام التتار من المشرق غزوا بلاد المسلمين وداهموا العراق والشام، انتقل به أبوه وإخوته من حران إلى دمشق فرارا من التتار، وكان أحمد صغيرا شابا. فتلقى العلم عن علماء دمشق، وكان ذكيا ذكاء عظيما، أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه، فحاز على علوم عظيمة لا على فن واحد، بل على علوم عظيمة. برز في التفسير والحديث والفقه واللغة، وحتى إنه درس علم الكلام وعلم المنطق وعرف أصوله وعرف منهجه، إلى جانب دراسته لكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. تبحر في العلوم وصار يفتي وسنه لم تصل إلى العشرين، وجلس للتدريس، فبهر من حضر
من العلماء والطلبة والمستفيدين بغزارة علمه ودقة فهمه وإلمامه بالمذاهب والعلوم، ثم صار يناظر الأكابر، يناظرهم حتى في مذاهبهم، ويعرف منها ما لا يعرفون. ولما كان وقته وقت فتنة من جميع النواحي، من ناحية تسلط علماء الكلام والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة المنطق وعلم الكلام محل عقيدة التوحيد، وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس، عباد القبور، عباد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت الصوفية في أقوى عصورها، الصوفية الضالة. وفي عصره كانت الشيعة في اختلاف طوائفها من باطنية وغيرها قد ظهر شرها، وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع والمحدثات والشركيات. فقام رحمه الله بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد عليها بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته. فقاوم هذه الفرق كلها ونازلها ونصره الله عليها، ولكن وشوا به إلى السلاطين وإلى الولاة، عقدت له محاكمات عديدة حضرها العلماء والأمراء، وظهر عليهم بالحجة، بهرهم بالبرهان. فعند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن. لما أعياهم الرد عليه بالحجة لجأوا إلى السجن، طلبوا من السلاطين سجنه، فسجن في الشام ثم أطلق، ثم سجن، طلب إلى مصر وسجن فيها ثم أطلق ثم سجن، وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلف وهو في السجن. ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد من نشاطه السجن، قاموا ومنعوا عنه الكتب، أخرجوا الكتب عنه ومنعوا عنه الحبر ومنعوا عنه الزوار. عند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه الله في السجن بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن. فكان يختم القرآن في كل ثلاث، ويذكر الله، يشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر، حتى وافاه الأجل وهو في السجن رحمه الله. لكنه خلف طلابا أئمة قاموا بالدعوة على نمط ما دعا إليه، وخلف كتبا وثروة عظيمة. خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي، غيرهم من كبار المحدثين والفقهاء. فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه، والكتب التي كانوا يحذرون منها حفظت ولله الحمد.